سيريا جديد أو ها؟ تعال المحتوى 1950 مثلا طيني هذه وتصبي هنا اليوم الحمد لله استلمنا اليوم 11 بالشهر نعمة من الله التقاعد طبعا احنا متقاعدين يعني ينفعنا يعني يا طبيب يا أدوية نشتريها كذا واني هم الحمد لله عندي ما شب بس شغل ما اكل عالم انتهي بالاكل مع رمضان وكذا ما يجوا على الاعشاب سبب التأخير احد اثنين اما على تبديل الحكومة يعني مصطفى هذا فاز يعني هو اخذ ثقة من البرلمان وإما أمور مالية مثلا مخربطة طبعا نفط نزال وكذا هذه لكن مع هذا المال المساعدات ما كل الفزعة هاي لحكومة الذي قعدوا بطالين يعني مثل ما يسموها منحة يعني أثر عليكم أثر علينا التأخير إيه والله الذي أبو إيجار يريد والذي يروح الطبيب والذي يشتري للعيد لا أنا أعرف رافدين جاي من يوم الثلاثاء بس كان إشارة أكو بس فلوس ما جاتهم فلوس والحمد لله صرفوها لا بعد ما صار والله تقريبا أسبوع وإحنا نجي مخبر يلا اليوم يلا كنجا والهوية ما شيء لا فقعوا يجيبوا الهوية ويجي السلام رشيد هذا التأخير أثر عليك إيش ما أثر كثير يعني يا عوائل إحنا ما عندنا شغل يعني أكثر المتقاعد يا يعني إما أن يكون مريض وطلع تقاعد وإما أن يكون كبير سن يعني ما عنده مصدر آخر ما عندهم الا مصدر واحد وهذا التقاعد وهذا هو رزقهم وهذا رزق اطفالهم ورزق عوائلهم والتزاماتهم وامراضهم. شو توجه رساله للمسؤولين ما يفهمون والله يعني يلتفتون التفاته ابويه التفاته رحمه للمتقاعدين للكبار السن وللشعب عامه. يعني ما فقط المتقاعدين عامه ان شاء الله وان شاء الله نامل خير. والله هسه استلمته. والله يمكن 20 مره رحت وجيت من واحد الشهر لهسه. كل يوم يا العصو يا غدا يا العصو يا غدا تالي مرضى وعندنا علاج وعندنا عوائل وعلى هذا الراتب 300 بس يعني هلكونا ونحن مثل ما يقول الشعب العراقي كله فقير الحمد لله يعني مثل ما يقول عسد زين شو توجه رسالة للمسؤولين ما يخص والله المسؤولين ما أعرف أشعة المرة المسؤولين سبحان الله كل مرة يجينا من وقت أشعة المرة تأخرونا يعني نص الشهر طار المفروض يعني يجيبونه من وقت والله يعني يطالبون هاي ما تتكرر اي والله على الوائل طالبهم يعني واحد اثنين بالشهر يجيبونه او يطعونا فقد منحة شيء يعني ايام عيد ورمضان والله هلكنا من المصرف انت احكي لي كم مرة رحت وجيت على راسك كم مرة رحت والله كم مرة والله يمكن 5-6 مرات ماكو اليوم استلمت راتب؟ الحمد لله عسكري لو مدني؟ لا مدني مدني أثر عليكم سبب التأخير الرواتب؟ طبعا شو ما أثر؟ أثر علينا مديونين ونطي الحمد لله والشكر نحمد الله ونحمد ونشكر اللي ساعين على هذا العمل أيوة ممنونين من الجميع والله يوفق الجميع لكل عمل صالح يرضى الله تأخير راتب المتقاعدين أثر عليكم؟ والله الحمد لله واحد الصبر كويس الصبر حلو ابني نصبر ولما يعني غير التأخير كان بسبب يمكن